مرت 100 يوم على بدء هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والآن جاء هؤلاء المتظاهرون إلى قلب العاصمة الأمريكية واشنطن للتعبير عن غضبهم وإحباطهم من موقف الولايات المتحدة المساند لإسرائيل في هذه الحرب. المتظاهرون جاءوا من مختلف الولايات الأمريكية، وشارك أيضا في هذه المظاهرة عدد من موظفي الإدارة الأمريكية الغاضبين من موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن المصر على مساندة إسرائيل في هذه الحرب. نحو 1% من المواطنين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة قضوا في هذه الحرب، ولا تزال الولايات المتحدة مستمرة في دعمها لإسرائيل وتقف ضد أي محاولات لإنهاء هذه الحرب ووقف إطلاق النار، وهي لا تزال تدعم الجانب الإسرائيلي في الأمم المتحدة وعلى الصعد الدبلوماسية والسياسية المختلفة، ولا تزال تقدم لها الدعم المالي والعسكري والغطاء السياسي والدبلوماسي. ولكن جاء هؤلاء الآن من مختلف الولايات المتحدة، نحو 500,000 شخص جاءوا إلى قلب العاصمة الأمريكية واشنطن للتعبير عن غضبهم واستيائهم من موقف الولايات المتحدة، وهم على صوت واحد يطالبون بالحرية لقطاع غزة، الحرية لفلسطين، ويطالبون بوقف المساعدات الأمريكية المستمرة لإسرائيل، ويطالبون أيضا بأن يتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن موقفا حاسما حيال هذه الحرب التي لا تزال مستمرة منذ 100 يوم. سهيل الشاعر، قناة الغد، واشنطن.